بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي طلبة وطلبات المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا، مرحبا بكم في محاضرة جديدة أونلاين في مادة إدارة المشتريات الفرقة الثالثة نظم. لازم نعرف إن إحنا أخذنا في المحاضرات السابقة طرق الشراء وقرارات الشراء. النهاردة هنبدأ الجزء العملي، عشان لازم نعرف ان هنا ان شاء الله الامتحان لازم يكون فيه جزء نظري وجزء عملي. فهنا اول محاضرة محاضرات التطبيقات العملية على قرارات الشراء. اتمنى في البداية ان كل طالب وطالبة يحضر ورقة وقلم معايا دلوقتي، وهنكتب القوانين اللي هنقدر نمشي عليها في قرارات الشراء، لان هدي التمرين ده لازم عشان احله لازم اطبق قوانين. فقبل يعني هنقرا التمرين الاول، وبعدين ابدا اقول لكم القوانين اللي هنمشي عليها، عشان التمارين بتبقى عايزه فهم. هنقرا التمرين مع بعض. تقوم احدى الشركات بتجديد شامل لمكاتبها. يا ريت نجيب ورقه وقلم ونكتب التمرين مع بعض، عشان بعد ما هنكتب التمارين هبدأ اديكم ايه القوانين اللي هنقدر نطبق عليها. فبنقول هنا، بنقول تقوم احدى الشركات بتجديد شامل لمكاتبها واجرت مناقصه محدوده بين عدد من الموردين، واسفرت المقارنه المبدئيه عن افضليه ثلاث من الموردين، وبالرجوع الى سجلات اداره المشتريات بالشركه أمكن استخراج البيانات التالية الخاصة بالتعامل مع هؤلاء الموردين. طيب يا ريت تكون كله كتب. طيب بعد كده ما زلنا مع بعض بنكتب التمرين. احنا قلنا في ثلاث موردين، هندي هنا عطاءات كل مورد. المورد الأول قام بتوريد 200 شحنة، رفض منها 40 شحنة لمخالفتها للمواصفات، وفي نفس الوقت وصلت 180 شحنة في مواعيدها. نمرة 2 قدم 6 مقترحات لخفض التكاليف، أخذت المنشأة بثلاث منها. نمرة 3 العرض الجديد للتوريد على أساس 50 جنيه للوحدة. يبقى هنا الثلاث حاجات دول دي عطاءات المورد الايه الاولاني، ان بيورد 200 شحنه رفض منها كام؟ 40. يعني لازم نعرف في القانون هي يبقى اتقبل 160، والوقت هنعوض في القانون. وفي نفس الوقت وصلت 180 شحنه في مواعيدها، اللي هي بنقول هنا ايه؟ مواعيد التسليم زي ما نعرف القانون بتاعها دلوقتي لها قانون. يعني ايه؟ قام بتوريد 200 شحنه رفض منها 40 شحنه لمخالفتها. هنا بنقول عليه هنا ايه؟ هنعرف ده بنسميه عامل الجوده ان شاء الله كده، بس لما نكمل بقيه التمرين ونبدا نشوف القوانين بتاعته ازاي. قدم 6 مقترحات لخفض التكاليف، اخذت المنشاه بثلاث ايه؟ بثلاث منها. برضو هنا المقترحات دي لها قانون هنقوله دلوقتي. العرض الجديد للتوريد على اساس كام؟ على اساس كام؟ 50 ايه؟ 50 جنيه للشحنه. العرض الجديد للتوريد هنا كام؟ 50 جنيه للايه؟ للشحنه. دلوقتي هنشوف دلوقتي كل مطلوب من ده او كل عطاء من ده انا كل قانون هنعوض فيه. انا ما زلت دلوقتي في ايه؟ المورد الايه؟ المورد الاولاني. نفس الموضوع، المورد الثاني قام بتوريد 100 شحنه قبل منها 75 شحنه. يعني ده المقبول، والوقت نقول القانون دلوقتي. وفي نفس الوقت ورثت 20 شحنه ايه متاجلت 20 شحنه ايه متاخره. نركز في الحته دي. هو قام بتوريد 100، 20 منهم جم متاخرين، يبقى اللي جه في ميعادهم كام؟ هيبقى 80. ماشي، دلوقتي نشوف برضه القانون بمهد لك ومهد لك، عشان بس ايه نركز مع بعض عشان لما يجي نطبق في القانون. قدم 6 مقترحات لخفض التكاليف، اخذت المشابه واحده منها. قدم 6 مقترحات لخفض التكاليف، اخذت المشابه واحده ايه منها. العرض الجديد على اساس 40 جنيه للايه؟ للوحده. العرض الجديد على اساس 40 جنيه للايه؟ للوحده. ده عطاءات المورد الثاني.
المورد الثالث، انا بتمنى ان كل واحد يكون وكل طالب وطالبة يكون كتب التمرين وهو بيسمعه وشايف الشريحة، لان ده هيخدمنا قوي عشان على فهم التمرين. لان لما اجي احل انت هيكون قدامك التمرين وهتبدش معاه بالخطوات، هتطلع من التمرين اللي قدام عينيك اللي انت كاتبه واللي قدام عينيك واللي انت كاتباه وهتمشي معاه بالخطوات. طيب، قامت توريد 80 شحنة تم قبولها جميعا كما وصلت جميعا في موعدها. قدم اقتراحا لخفض التكاليف اخذت به الايه الشركة. قدم اقتراحا لخفض التكاليف اخذت به الايه الشركة. ثلاثة، العرض الجديد للتوريد على اساس 60 جنيه للايه للوحدة. العرض الجديد للتوريد على اساس 60 جنيه للايه للوحدة. لحد هنا احنا بندي اعطاء كل الثلاث موردين، اعطاء المورد الالف والمورد ب والمورد ج. طيب بيقول لك هنا، فاذا اعتبرت اداره الشركه ان الجوده لها 20 نقطه 30 نقطه والسعر 30 نقطه ومواعيد التسليم 25 نقطه وان النقط الباقيه من وزن الرقم لمقترحات خفض التكاليف 15 نقطه، المطلوب استخدام البيانات السابقة في تحديد أفضل مورد يمكن للشركة التعامل معه. المطلوب استخدام البيانات السابقة في تحديد أفضل مورد يمكن للشركة التعامل معه. إحنا بنعمل إيه هنا يا جماعة؟ بيقول لك إذا اعتبرت الشركة إن الجودة كام؟ لها 30 نقطة. يا ريت الكل يكون بيكتب معايا. والسعر 30 يبقى 60 ونقط مواعيد التسليم 25. يبقى هنا كام؟ 60 يبقى 85 والنقط الباقيه اللي هي كام؟ 15% اللي هي عباره عن ايه؟ الوزن الرقمي لمقترحات خفض التكاليف. لازم نجمع كل العطاءات دي، لو جت لنا في التمرين لازم كلها تبقى 100%. لو جمعت انا لسه ما حلتش، انا دلوقتي لسه بفهمكم التمرين بكل كلمه موجوده فيه. ادي 30 و30 60 و25 يبقى كام؟ 85 و15 يبقى هنا كام؟ ايه؟ 100%. يعني لما يجي يقول لك هنا الشركه دي بتدي لكل بند الجوده وبند لمواعيد التسليم في ميعادها وبند للمقترحات خفض التكاليف، كل لازم نجمع كل البنود دي ل 100%. المطلوب بقى استخدام البيانات السابقه في تحديد افضل مورد يمكن للشركه التعامل معه. انا دلوقتي هعمل استوب وده التمارين، عايزين بقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه كل واحد وكل طالب وطالبه هتطلع لي، يعني هتكتب معايا القوانين اللي انا ايه بتكلم فيها دلوقتي. اول قانون هنستخدمه بنقول فيه عامل الجوده. عامل الايه؟ الجوده. اولا قبل ما نبدا الحل، اللي عايز يفهم التمرين واللي عايزه تفهم التمرين، قبل ما نشوف الشريحه ونشوف الحل لازم يكون في ايدنا حاجتين. ان انت تكون كتبت ورايا التمرين وكتبت مع ورايا القوانين قبل ما تشوف الشريحه دي. يعني انا بتكلم دلوقتي يكون في ايدك ايه؟ التمرين مكتوب اللي انا عرضته في الشريحه السابقه والقوانين اللي انا قلتها شفوي كده موجودة، يبقى معاك التمرين المنطوق بتاعه والقوانين بتاعته. ونبدأ كده واحدة واحدة نمشي مع بعض واحدة واحدة، لأن دي من الحاجات المهمة ومهمة جدا عشان الامتحان ما بيخلاش من التمارين، لأن بيبقى في جزء نظري وجزء عملي. فبالتالي هنا لازم تركزي معايا ولازم تركز معايا في تفهم أو تفهمي. بمعنى بنقول هنا أتمنى كل واحد بقى يكون معاه منطوق التمرين والقوانين، وهنبدأ نشوف إيه، نعوض تعويض مباشر دلوقتي، نشوف القانون بيقول إيه ونجيب الكلام ده منين. أولًا تحديد أول حاجة، التمرين ده بينقسم لجزئين. الجزء الأولاني تحديد نسبة مستوى أداء الموردين في كل عامل من عوامل التقييم. عوامل التقييم اللي عندي اللي هي عبارة بتتمثل في عامل الجودة وعامل مواعيد التسليم وعامل المقترحات وعامل السعر. دول اربع عوامل اللي بجيبها لكل مورد. بعد كده ببدا اقيم تقييم لكل ايه؟ لكل مورد في الاربع عوامل دول. يبقى اقوم عامل جدول تقييم للموردين، بعد ما اجيب كل ايه؟ الاربع عوامل لكل مورد، بعد بقول بعد كده بجيب هنا ايه؟
تقييم الموردين. طيب بالنسبة لي، أولا تحديد نسبة مستوى أداء الموردين في كل عامل من عوامل التقييم. نمرة واحد، عامل الجودة. عامل الإيه؟ الجودة. القانون بتاع عامل الجودة زي ما قلت في بداية المحاضرة، إيه؟ عدد وحدات المقبولة على عدد وحدات التوريد الإجمالي في 100%. عدد الوحدات المقبولة على عدد وحدات التوريد الإجمالي في 100%. طب لو جيت انا ابص معاك بقى، هتبصي او تبص في التمرين اللي انت كتبته بايديك، اما اجي ابص هنا، المورد الاولاني كان عدد الوحدات المقبوله كام؟ هو هنا في كاتب في التمرين فوق بيقول لك قام بتوريد 200 شحنه، رفض منها كام؟ 40. هو ورد كام؟ 200. اترفض منهم كام؟ 40. يبقى المقبول كام؟ حد يرد عليا؟ اكيد كل واحد او كل طالب وطالبه كام؟ اللي تم مقبلهم 160. يبقى اقول عدد وحدات المقبوله هنا، هحط مكان العدد وحدات المقبوله كام؟ 160 على عدد وحدات التوريد اللي هي كام؟ ال 200 في 100%. يبقى ده عامل الجوده بالنسبه للمورد الايه؟ الاولاني. وهمشي، لو انت فهمت كده هنمشي عامل الجوده المورد الثاني، عامل الجوده المورد الثالث، هنمشي على كل ايه؟ كل مورد نجيب عامل الجوده بتاعه. وعشان تبقوا فاهمين التمرين ازاي، بجيب عامل الجوده المورد الاول، وعامل الجوده المورد الثاني، عامل الجوده المورد الثالث. بعد كده هنا معاد التسليم للمورد الاول، معاد التسليم للمورد الثاني، معاد التسليم للمورد الثالث. وبجيب المقترحات بتاع المورد الالف والمقترحات المورد ب، وبعدين المقترحات المورد ج. الاول او الف او الثاني وب والثالث وج 101. جبت ايه؟ عامل السعر للمورد الاولاني اللي هو الف، وعامل السعر المورد ب، وعامل السعر المورد ايه؟ ج. انا دلوقتي عشان ما نتوهش من بعض، اول حل في التمرين الشريحه دي، عدد الوحدات المقبوله بيساوي عدد وحدات التوريد الاجماليه في 100 في الايه؟ في المية. طبعا الشريحه اللي قبل دي على طول كنت كاتب القانون، عامل الجوده بيساوي عدد الوحدات المقبوله على عدد وحدات التوريد الاجمالي في 100 في الايه؟ في المية. انا اجيب المورد او الاول، يعني انت معاك هنا ايه الحل اهو، بس انت انا عايزك قبل ما تشوف الحل في الشريحه هنا لازم تشوفه اول منطوق وتعود في القانون اللي انت كاتبهم. فبقول هنا ايه؟ المورد الاولاني هو بيقول لي قام بتوريد 200 شحنه، رفض منها كام؟ 40. يبقى عدد يبقى المورد الاولاني عدد الشحنات المقبوله على عدد وحدات التوريد الاجمالي هتبقى 160 على 200 في 100%. ال 160 جت منين؟ هو ورد 200، اترفض منهم 40، يبقى لنا ايه؟ عدد الوحدات المقبوله كام؟ 160 على 200 اللي هو عدد ايه؟ عدد الشحنات اللي تم توريدها في 100%. يعني النتيجه هنا تطلع في المورد الاولاني 80 في الايه؟ في المية. طب عدي المورد الاولاني، تيجي نجيب عامل الجوده في المورد ب. عامل الجوده في المورد ب هو قال لك هنا في المورد ب قام بتوريد 100 شحنه قبل منها 75. دي هنا دي مريحك على طول، هو احنا بنقول اللي اتقبل على اللي اتورد، اللي هي القانون عدد الوحدات المقبوله على عدد وحدات الايه؟ التوريد الاجمالي. هو عدد الوحدات المقبوله كام؟ مكتوبه هنا في التمرين 75 على عدد وحدات التوريد الاجماليه اللي هي كام؟ 100 في 100%. يبقى هنا 75 في الايه؟ في المية. يبقى انا جبت عامل الجوده للمورد الف، وعامل الجوده للمورد ايه؟ ب. طب عامل الجوده بقى للمورد ج، هو بيقول لي هنا ايه؟ في المورد ج قام بتوريد 80 شحنه تم قبولها جميعا. طب هنعمل ايه؟ مين فيكم شاطر هيقول لي هنعوض ازاي؟ انت لو فهمت الاولين المورد الاول والمورد الف والمورد ده تجيب المورد ج. هو بيقول لك هنا قام بتوريد 80 شحنه تم قبولها جميعا، يعني معنى كده ان يبقى هنا عدد الشحنات المقبوله 80 وعدد الشحنات اللي تم توريدها 80، يبقى 80 على 80 في 100%. يبقى انا كده لو انت فهمت المطلوب الاولاني ده هتمشي نفس السيستم على الاربع مطالب ايه اللي بعد كده في التمرين، وكده يبقى انت فهمت التمرين واتحل. طيب يبقى انا خلصت كده من عامل الايه؟ عامل الجوده. اللي فاهم عامل الجوده هيفهم برضه مواعيد عامل مواعيد التسليم. القانون بتاع مواعيد التسليم ما تشوفوش بالشريحه، شوف انت كاتبه ازاي في ايديك، وشوف الارقام اللي موجوده عندك مواعيد التسليم في الثلاث موردين، وعوض بنفسك قبل ما تشوف الشريحه.
يبقى عامل مواعيد التسليم بنقول عدد الوحدات التي وصلت في موعدها على عدد وحدات التوريد الإجمالية. عدد الوحدات التي وصلت في موعدها على عدد وحدات التوريد الإجمالية في 100 في الإيه؟ في المية. طب نيجي نبص على عدد الوحدات التي وصلت في موعدها. أنا هاجي بقى هنا في كل مورد أشوف هو وصل إيه في مواعيده، الشحنات اللي وصلت في موعدها. فباجي للمورد ألف في التمرين اللي أنت كتبته، وبيقول لك في نمرة واحد في المورد ألف وفي نفس الوقت وصلت 180 شحنة في موعدها. يعني لما توصل 180 شحنة في موعدها، طب والقانون بيقول لك عدد الشحنات التي وصلت موعدها على عدد وحدات التوريد الإجمالية. عدد الوحدات التي وصلت في موعدها اللي هي تبقى كام؟ 180 على عدد وحدات التوريد الإجمالية اللي هي تبقى كام؟ 200 في 100%. 180 على 200 في 100% اديني 90 في الإيه؟ في المية. يبقى المورد مواعيد التسليم في المورد أ وصلت 90%. طب نيجي هنا للمورد إيه ب؟ برضه بعوض عدد الوحدات اللي توصلت في موعدها على عدد وحدات التوريد الإجمالية. ففي المورد ب عدد الوحدات التي وصلت في موعدها بيقول لك هنا إيه؟ وفي نفس الوقت وردت 20 شحنة متأخرة، يعني وصلت 20 شحنة إيه؟ متأخرة. أما يبقى وصلت 20 شحنة متأخرة، هو كان باعت 100، يبقى اللي وصل في موعده كام؟ طبعًا هيبقى 80. يبقى 80 على 100 في 100% بتساوي 80%. تاني دي عشان إيه؟ كل كلمة لها معنى في التمرين. وبيقول لك في عدد الوحدات اللي توصلت في موعدها، في لو جيت بصيت في اللي أنت كتبته، لو أنت كاتبه أو كاتب التمرين في نمرة واحد في المورد ب، بيقول لك إيه؟ وفي نفس الوقت وردت 20 شحنة، يعني وصلت 20 شحنة متأخرة. طب هو المورد الثاني أو المورد ب بعت 100، اللي وصل متأخر 20، يبقى اللي اتبعت في ميعاده كام؟ يبقى 80. يبقى 80 على 100 في 100 في الإيه؟ في المية. يبقى أنا كده جبت مواعيد التسليم المورد إيه؟ ب. طب عايز اجيب برضو مواعيد التسليم للمورد ايه؟ ج. بقول هنا عدد الوحدات التي وصلت في موعدها على عدد وحدات التوريد الاجماليه. طب انا هو في المورد ج، لو هنا لو جبت هنا في اللي انت كتبتيه واللي انت كتبته في التمرين وانت كاتب بايدك في بدايه المحاضره وانا بمليه النظر بتاع المنطوق بتاع التمرين، بيقول لك قام بتوريد 100 شحنه في تم مقبوله جميعا كما وصل جميعا في موعده. هما كام؟ 80 شحنه. وصلوا في ايه؟ في موعده. والقانون بيقول لي ايه؟ عدد الوحدات التي وصلت في موعدها على عدد وحدات التوريد الاجماليه، يبقى عدد الوحدات اللي وصلت في موعدها اللي هم 80 على عدد وحدات التوريد الاجماليه 80، لان هم 80 وصلوا في موعدهم، يبقى 80 على 80 في 100 في الايه؟ في المية. يبقى انا كده عرفت ان المواعيد التسليم في المورد ا 90%، المورد ب 80%، المورد ج 100 في الايه؟ في المية. يبقى انا كده ايه؟ جبت اللي هو المطلوب الثاني اللي هو عامل مواعيد الايه؟ التسليم. طيب نيجي بقى نمره ثلاثه المقترحات. القانون بيقول لك ايه؟ المفروض انت تخبي الشريحه وانت تقول له المقترحات. القانون بتاعك بيقول ايه اللي انت كتبته ورايا في بدايه المحاضره؟ مقترحات كل مورد المأخوذ بها على اجمالي مقترحات الموردين المأخوذ بها في 100%. احنا علينا في الحته دي وقفه، واتمنى ان كل واحد او كل طالب وطالبه يفهم. وبيقول لك عدد المقترحات المأخوذ بها، مقترحات كل مورد المأخوذ بها على اجمالي مقترحات الموردين المأخوذ بها. طب نيجي نشوف النقطه اللي فوق، مقترحات كل مورد المأخوذ بها. انا اشوف بقى ايه في نمره ثلاثة المقترحات، المطلوب رقم ثلاثة. انا هاجي على كل مورد واشوف المقترحات اللي هو قدمها. فالمورد الاولاني قدم 6 مقترحات لخفض التكاليف، اخذت المنشاه بثلاثه منها. يبقى هتكتب جنب دي 3 وحط عليها دايره. يبقى المقترحات اللي اتقبلت في المورد الف 3 مقترحات، في المورد ب قدم اقتراحا بخفض التكاليف واخذت المنشاه بواحد منها. يعني هنا ايه برضو؟ الاقتراحات اللي قدمها اتاخد ايه؟ واحد منها. يبقى اللي يهمني، يعني ما يهمنيش هو قدم ايه، انا يهمني اللي اتاخد من المقترحات. فهنا ايه؟ واحد. يبقى نمره ثلاث، نمره في المورد الف المقترحات اللي تم قبولها 3، وفي المورد ده المقترحات اللي تم قبولها كام؟ واحد، مقترح واحد. ف
في المورد جيم قدم اقتراحا لخفض التكاليف اخذت به الشركه. يبقى هنا ايه اللي قدم واحد واخذ به الشركه، يعني معنى كده ان هنا قبل ايه مقترح واحد، يعني معنى كده ان المورد الف عدد المقترحات اللي تم الاخذ بها 3 والمورد ب عدد المقترحات اللي اخذ بها 1 يبقى 3 1 يبقى 4 والمورد ج عدد المقترحات اللي اخذ بها اللي هي كام 1 يبقى ايه 3 زائد 1 زائد 1 ادينا 5، يبقى اجمالي المقترحات اللي تم الاخذ بها اللي هي 5. طب اللي انا قلت دون اللي موجود في المقام في القانون، لان بيقول لك اجمالي مقترحات الموردين المأخوذ بها، يبقى ده ايه المقام بتاع القانون. طب انا اجيب بقى مقترحاتكم المورد المأخوذ بها منين؟ من التمرين. طب نمشي مع بعض كده، هقول القانون الاول، هنركز المقترحات، مقترحات كل مورد المأخوذ بها على اجمالي مقترحات الموردين المأخوذ بها في 100%. مقترحات كل مورد مأخوذ بها، المورد الاولاني اجي من التمرين قدم كم مقترح وتم الاخذ به؟ قدم 6 اتاخد 3، يبقى 3 في البسط على 5 اللي هي ايه؟ مجموع او اجمالي مقترحات الموردين المأخوذ بها، يبقى 5 على 3 في 100% هتساوي 60%. كل طالب وطالبة يسأل نفسه الثلاثة جت منين والخمسة مع جت منين. طب احنا ماشيين كده مع الدكتور عبد المنعم ولا لا؟ طيب احنا بنقول هنا الثلاثة جت منين في القانون، مقترحات كل مورد مأخوذ بها في المورد الاولاني اتاخد من 3 مقترحات، قدم 6 اتاخد من 3 بحط 3 في البطن على اجمالي مقترحات الموردين المأخوذ بها اللي هي الخمسة. الخمسة جت منين؟ مقترحات المأخوذ بها المورد الاولاني 3 وزائد المقترحات المأخوذ بها المورد الثاني 1 يبقى 4، وزي المقترحات اللي المفروض بيها المورد الثالث اللي هو جيم 1 يبقى 5، يبقى الخمسه دي جت من مجموع مقترحات الموردين المأخوذ بها، يبقى 3 على 5 في 100% تساوي 60%. طب المورد ايه؟ المورد ب هو اتقبل كم مقترح؟ 1، واجمال المقترحات اللي مقبوله كام؟ 5، يبقى 1 على 5 في 100% تساوي 200 20%. طب المورد جيم هو قدم كم مقترح مأخوذ به؟ 1 واتقبل، يبقى مقترحات كل مورد المأخوذ بها يبقى المورد أ قدم مقترح واحد يبقى 1 على 5 في 100 في الايه في المية. ده زي ما انت شايف الشريحة هنا عشان ما يكونش سبت حاجة ملحوظة هامة، الخمسة هي مجموع الاقتراحات المأخوذ بها من جميع الموردين. الخمسة جت منين؟ التلاتة بتوع المورد الأولاني اللي اتقبلوا، والواحد بتاع المورد التاني اللي اتقبل، والواحد بتاع المورد التالت اللي اتقبل. انا كده عملت اللي عليا، اتمنى الكل الطلبه الاعزاء والطلبات الاعزاء ان يكونوا فاهموا المقترح الثلاث اجزاء. طبعا اخر يعني اخر مطلوب في التمرين او اخر عامل بجيبه لكل مورد اللي هو عامل السعر، القانون بتاعي بيقول ايه؟ ادنى اسعار الموردين على سعر كل مورد، أدنى أسعار الموردين على سعر كل إيه؟ مورد. طالما أدنى أسعار الموردين على سعر كل مورد معنى كده إن أدنى أسعار الموردين هتبقى ثابتة في البسط في كل مورد. طب نفهمها، هو بيقول لي هنا لو أنت التمرين اللي أنت كتبته ورايا ومعاك الورقه بتقرا منه، لو جيت في المورد الف العرض الجديد للتوريد على اساس جنيه 50 جنيه للوحده، طب العرض هنا في المورد الف كام؟ 50 جنيه للوحده، والعرض في المورد ب العرض في نمره 3 العرض الجديد على اساس 40 وحده للايه؟ جنيه للوحده. طب وهنا ايه العرض الجديد للتوريد على اساس 60 جنيه للوحده، يعني الاولاني 50 والثاني ب 40 وج 60، والقانون بيقول لي ادنى اسعار الموردين، يبقى ادنى اسعار الموردين هنا كام؟ اللي هو في المورد ب اللي هي 40 جنيه. يعني معنى كده ال 40 هتبقى ثابته عندي في المورد في البسط في المورد الف والمورد ب والمورد ج. طب نفهم القانون، عامل السعر ادنى اسعار الموردين على سعر كل مورد في 100%. خلاص؟ طيب المورد الف ادنى اسعار الموردين عندي اتفقنا ان هي كام؟ اللي هي 40. جيت منين؟ اللي هي ادنى اسعار الموردين في الثلاث موردين ا وب وج اللي هي المورد ب اللي هو ايه؟ اعطى ايه؟
أدنى حاجة 40 على 50، جيت منين ال 50؟ لو رجعت للتمرين هتلاقي العرض الجديد للتوريد على أساس 50 جنيه، يبقى 40 على 50 في 100%. طب فهمت دي؟ غطي الشريحة وطبق على الإيه؟ طالما كاتب التمرين أو كاتبة التمرين طبق أنت بإيديك أو طبق أنت بإيديك. طب المورد بقى بيقول أدنى أسعار الموردين 40 على سعر كله، سعر المورد هنا كام؟ 40، يبقى 40 على 40 بتساوي ايه؟ في 100% تساوي 100%. طب المورد جيم، المورد جيم هنا احنا قلنا ادنى اسعار الموردين اللي هي 40 الثابته بتاعت القانون على المورد جيم كان العرض الجديد على التوريد على التوريد على اساس 60 ايه؟ 60 جنيه، يبقى 40 على 60 في 100 في الايه؟ في المية، بتساوي 67% او 67 و7 من ايه؟ او 6 من 10. طيب بصوا يا جماعه اعزائي الطلبه والطلبات الفرقه الثالثه مصر، انا لحد دلوقتي جبت في التمرين الاربع عوامل اللي هم عامل الجوده، 2 عامل مواعيد التسليم، 3 المقترحات، 4 عامل الايه؟ السعر. كل اللي انا طالبه منكم ده يعتبر لو وصلت الحته دي يبقى انت كده وصلت لنص التمرين. طب النص التاني بتعمل فيه ايه بقى؟ ان انت بتحط كل اللي انت عملته ده او انت طلعته من نتائج بتحطه في جدول. يعني نقول بقى هنا ايه؟ ثانيا اعداد جدول التقييم النهائي. جدول الايه؟ التقييم. جدول التقييم قدامي مفيش اسهل منه. اهم حاجه اتمنى تكونوا فهمتوا الاربع مطالب هجوم ازاي؟ وهنشوف دلوقتي قدامنا جدول التقييم. انا في جدول التقييم بحط كل عنصر او كل نتيجه في ايه؟ قدام المورد بتاعها. طب نشوف كده اعزائي الطلبه والطلبات الفرقه الثالثه نظم الجزء الثاني من حل التمرين. انا النتائج اللي انا طلعتها بحطها في جدول زي الجدول اللي احنا شايفينه قدامنا دون. العمود الاولاني فيه المورد الف وب وج، العمود الثاني اللي هو عامل الجوده اللي انا طلعته للمورد الف والمورد ب والمورد ج، اللي هو عامل التسليم لمورد الف ومورد ب ومورد ج، عامل المقترحات اللي هو الف وب وج برضه، وعامل السعر اللي هو الف وب وج. بتضيف بقى دول الخمس عمدان. العمود السادس التقييم النهائي ونعرف هيجي ازاي، وبعد كده ايه السابع اللي هو ايه الترتيب. طيب انا عايز اعرف الوقت عامل الجوده، الشركه اعتبرت عامل الجوده 30 نقطه وعامل التسليم 25 نقطه والمقترحات 15 نقطه والسعر ايه 30 نقطه. الارقام دي جبتها منين؟ ده جبتها عند موجود عندنا في التمرين بحيث لما اجمعهم كلهم يبقوا 100%. طب انا عايز بقى لو فهمنا اول واحده في الف هنفهم نجيب الجدول كله ازاي. انا حليت دي قدامنا في الشريحه على اساس انت تدرب نفسك على باقي الايه الارقام اللي موجوده عشان تعرف ال 22 نص جت منين او ال 22 نص جت منين او ال 30 ايه جت منين. بمعنى انا دلوقتي هنا اما اجي عامل الجوده، عامل الجوده انا جبته في التمرين كام للمورد الف؟ كان 80%. طب هنا الشركه عاطيه كام نقطه للجوده؟ 30 نقطه. يبقى اضرب ايه 80 على 100 في 30 او 30 إيه 80 في 30 على 100. ال 80 دي اللي انا جبتها في المطلوب الاولاني اللي هو عامل الجوده ال 80، اما ال 30 دي اللي هي ال 30 نقطه اللي هي الشركه ادتهم لعامل الجوده، يبقى 80 في 30 على 100 تساوي 24. طب نيجي هنا طبعا ال 22 نص دي اللي هي موجوده في اللي موجوده في اللي احنا جبناه ولا لا ده ولا موجوده في او جت منين؟ اسال نفسي جت منين؟ انا اقول هنا اقول هنا ايه؟ انا عامل الجوده للمورد ده كان كام؟ كان 75%. طب ال 75% الشركة عاطية كام نقطة للجودة؟ 30، يبقى 75 في 30 على 100 هتساوي 22.5. طب المورد الجيم ال 30 دي جت منين؟ فأقول المورد الجيم احنا جبنا عامل الجودة كان كام في المورد الجيم؟ كان 100%، يبقى 100 في 30 على 100 بتساوي هنا كام؟ 30. أنا لو فهمت عامل الجودة النقط جبته إزاي بمشي على كل اللي أنا جبته في التسليم وفي المقترحات وفي السعر. طب إيه بالنسبة عامل التسليم؟ في المورد ألف كان عامل التسليم كان كام؟ 90%. يبقى أضرب هنا 90
في 25 على 100، 22.5. طب المورد ب التسليم كان كام؟ كان 80، 80%، يبقى 80 على 100 في كام؟ في 25، 26. طب المورد ج عامل التوريد كان كام؟ كان 100%، يبقى نقول هنا كام؟ 100 على 100 في خمسة، في كام؟ في 25، دي هتطلع كام؟ 25%. ليه ما جبت عامل الجودة وجبت عامل التسليم برضو للمقترحات؟ اشوف هي الشركة عطيها المقترحات كام نقطة؟ 15. طب المورد ألف كان كام في المقترحات؟ كان 60%، يعني هضرب ايه؟ 60 على 100 في 15 اديني 9. طب المورد ب كان 20%، يبقى هنا ايه؟ 20 على 100 في كام؟ في 15 هتساوي 3، يعني ال 20% من ال 15 هتساوي 3. نفس الكلام بالنسبة للمورد ج، اللي مورد ج كان المقترحات هنا كانت كام؟ كانت 20%، يبقى نقول 20 على 100، 20 على 100 في كام؟ في 15 تساوي 3. يبقى انا جبت كده ايه؟ الجودة، عوامل التسليم، المقترحات. اجي لعامل السعر، عامل السعر الشركة اعطي له كام؟ 30 نقطة. طب المورد ج كان هنا جاب كام في السعر؟ 80، يبقى اقول هنا ايه؟ 80 على 100 في 30 هتساوي 24. طب المورد ب جاب كام؟ كان هنا 100%، يبقى اقول هنا كام؟ بالنسبة للمورد ج قلنا هو كان كام؟ 100%، يبقى نقول ايه؟ 100 على 100 في 30 هتساوي 30 نقطة. طب المورد ج كان جاب كام؟ اللي هو 67%، يبقى 67 على 100 في 30 27%. المهم دول بالنسبه، يبقى انا كده قفلت الجدول اهو. طب هنا في الحاله دي بقى عايز اعرف التقييم النهائي، التقييم الايه النهائي. انا بجمع المورد قال هنا بجمع بقى افقي، بجمع عامل السعر اللي هو ايه؟ ال 24، الأربعة وكام؟ وعشرين، زائد يعني 24 زائد 22.5 زائد 9 زائد 24 دي بتساوي 79.5. يعني 79.5 جت منين؟ جت من جمع ال 24 عامل الجوده زائد 22.5 عامل التسليم زائد 9 عامل المقترحات زائد الايه؟ ال 24 عامل السعر، بيطلع هنا كام؟ 79 وكام ونص، وهكذا في بالنسبه للمورد ب والمورد ايه جه. فبجمع 22.5 عامل الجوده زائد 20 عامل التسليم زائد 3 عامل المقترحات زائد 30 اللي هو ايه؟ عامل السعر، طلع 75 ايه؟ ونص. ده بالنسبه لي اللي هو المورد ايه؟ المورد ب. يعني لو كده هنا جمعت 22.5 زائد 20 زائد 3 زائد 30 دي بتساوي 75.5. ماشي. طب نيجي بقى للمورد ك، مين المورد ج اللي هو 30 عامل الجوده كان عندي كام؟ 30 زائد 25 زائد اللي هو عامل التسليم زائد 3 اللي هو عامل ايه؟ المقترحات زائد 20 اللي هو عامل ايه؟ السعر، دي بتساوي 78. انا لو جيت بصيت كده سريعا هلاقي ان المورد الف 9 التقييم بتاعه 79.5 والثاني 75.5 والثالث 78.5. اذا هنا المورد الف يعتبر افضل الايه؟ الموردين، لان التقييم بتاعه كام؟ 79.5. يبقى هنا ايه اللي نقدر نقول؟ وعلى ذلك يتضح ان المورد الف هو افضل الموردين، يعني المورد ج ثم المورد ايه ب. يعني معنى كده هنا ايه؟ احنا لما نيجي نختار في قرارات الشراء ان انا بختار المورد ايه؟ المورد ب. ده بالنسبه، يبقى احنا كده ايه؟ خلصنا. طبعا هنا يتضح من ذلك المورد هو افضل الموردين، يعني المورد ج ثم المورد ب. معنى كده ان العطاء هيفضل على مين؟ هيرث على مين؟ او قرار الشراء اللي اخده ان انا يعني ايه؟ الشركه تتعامل مع المورد الف
وهو لان هو افضل الموردين. ملحوظة هامة، نسبة الأداء بتساوي الأداء على 100، يعني 80 في 30 على 100 بتساوي كام؟ 24. ده اللي هي أول واحدة في الجدول اللي احنا خدناه في الشرح الأولاني. أتمنى إن الكل يكون استفاد. التمرين مهم، الطالب أو الطالبة المتميزة هتقوم جايبة التمرين أو هيقوم جايب التمرين ويبدأ يغير الأرقام ويبدأ يطبق لنفسه. الأمور تبقى سهلة إن شاء الله، وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق، وإلى محاضرات أخرى أونلاين لمادة إدارة المشتريات والمخازن، الفرقة الثالثة نظم، المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة. مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والتفوق، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله وأمنه.